بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج. هذا نصها: أخينا العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمنا ونيابة عن شعبي وحكومة مملكة البحرين يطيب لنا أن نتقدم لكم يا خادم الحرمين الشريفين بخالص التهاني مقرونة بأطيب تحياتنا بمناسبة النجاح الكبير الذي تحقق لموسم حج هذا العام بفضل الله تعالى وتوفيقه، ثم بفضل جهودكم المخلصة التي تقومون بها وحكومتكم الرشيدة والمتمثلة بكافة القطاعات والجهات، مما يسر وسهل أداء المناسك على ضيوف الرحمن. داعين الله تعالى يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل قيادتكم الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، ودمتم محروسين بعناية الله وحفظه. أخوكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.